السلام عليكم. سيتوجد معكم عمو جامع الدرويش العربي 13 ابريل 2020 من مدينة عين مليلة. جيت عندي سؤال برك، يعني هل الحجر الصحي الليلي هو المليح ولا النهاري هو المليح؟ يعني وش الفايدة تاعو؟ اش قضية ملاحة برك؟ قضية فايدة كي نجيبو 12 ساعة تاع النهار وحنا نحتاجو بعضنا والاخوان حالين والدنيا ماكلة بعضها، وفي الليل ما كاين، وفي الليل اخر من الناس اللي ما يرقدش الا 10 تاع الليل ولا بي تسمى 9 سوايع على رقاد، والباقي هاو صوك فاير وقايم وكل ما كان والو. الله يستر الله يستر الله يحفظنا. السلام عليكم.